الحلقة الرابعة. وائل انت بتطير؟ ما اقدرش اقول لك على حاجة زي كده. ليه يعني؟ دي حاجة ممكن نعرفها على الحلقة التاسعة او الحلقة الحداشر، بس مش النهاردة خالص، احنا لسه في رابع حلقة، بدري جدا. ايوة، يعني النهاردة هتبقى حلقة ايه؟ امبارح كانت ايه؟ انت مش فاكر؟ لا، بتهالي الحلقات اللي فاتت مش عارف، عرفنا فيها ان انت بتفطر، بتعمل فطار، بتاكل كلها وجبات الحقيقه، يعني ما شفناش حاجه يعني رهيبه. لو الحلقات اللي فاتت كان حواوشي، يبقى الحلقه دي لازم نحلي. الحلقه دي هتكون مختلفه. مختلفه في ايه يعني؟ الحلقه دي هتكتشف فيها options جديده، هتكتشف فيها حاجات الخ كتير جدا، وهاجي لك رساله مسج رساله جديده من جدك your grandfather. جدك دكتور خيري، دكتور خيري ابو العيله، ابو دكتور خيري. وبعد كده في فصلين او ثلاثه اعلانات تقريبا هنشوف حلقه هتبقى خطيره، هتشوف وعد بروميس. طب اتفضل ابتدي المشهد الاول. مسمع اسمه مسمع، ده راديو. ابتدي المسمع الاول، احنا في الاول، اللي جاي التاني. اتفضل. يبدا المسمع بصوت وائل وادهم في الشارع، سامع صوت الشارع ولا سامع حاجه؟ هايل، يلا بينا. لحظة واحدة يا أدهم، الراجل ده بيبيع ايه؟ الراجل ده بيبيع كلاب، بيبيع قطط، بيبيع عصافير زي ما انت شايف كده. لا 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 لا، ازاي احط الكلاب والقطط جوه اقفاص؟ ازاي احط السمك في كياس؟ لا 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 لا، انت يا راجل، انت ازاي تعمل كده؟ وائل اهدى، ده قدك مرتين. ايه يا باشا، ماله الروبوت ده ولا علبة السمنة دي متعصبة ليه؟ انا مش سمنة، انا وائل. ما تهديها يا باشا، الناس بتفرج علينا بيه. يا دين، ازاي انت ازاي تعمل كده في الحيوانات؟ بكام الكلب ده؟ ده يعمله 30 يا حبيبي. الكلب بيقول انه مش طايق نفسه جوه القفص القذر ده، وبيقول انه لو طلع هيعودك في جامد. احذر، احترس، الكلب ده هاخده منك بالرقم 3000 جنيه يا دوبك. هو ايه اللي ب 3000 جنيه؟ خلاص يا صحيح يا وائل، هو ايه اللي ب 3000 جنيه؟ عنده حق فعلا. الكلب بيقول ان اقل من 4 مش هيطلع من القفص، مش قيمته. بيقول كمان ان قيمته تسوى 40000 جنيه. الكلب ده الماني، وبيقول كمان رجلي الماني، طلعوا الكلب ده من القفص والا هيتم تدميرك ومالك كمان. هتعمل ايه يعني؟ بجد؟ ده من امتى؟ يا ابن اللذينه، ده راجل شرير جدا. تفعيل قوة الإحساس بالحيوان. قوة إحساس بحيوان؟ لا 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 لا، ده 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 ولا وائل، أنت تطلع إنسان على فكرة. ومال الروبوت؟ ما هو فعلا إنسان آلي، قبل آلي هو أصلا إنسان. أنا روبوت يعني إنسان آلي، قبل آلي إيه؟ إنسان. يبقى إنسان آلي، شعاع الإحساس بالحيوان اللي ملوش حد يحس بيه. تفعيل شعاع وائل. حرام عليك. اوبا يا وائل، اوبا يا وائل. جالي رش الكلاب بالايونات الصحيه شعاع وائل. يلا يا بوبي يلا، وهناخد السمكتين دول لو سمحت. خدهم، هما عايزين يتاخدوا اصلا، حاسس بيهم، هما عايزين يمشوا. خدهم خدهم. ولا سمير، سمير سمير، ولا وائل بيكلم الكلاب. يلا، ما انا بكلم الكلاب. ايه الجديد يعني يا ابني؟ افهم. بص بص بص، ايه ده الكلب ده؟ ايه اللي جاب الكلب ده هنا؟ الكلب بيقول مين الغبي ده؟ اصدق منين يعني بيقول كده؟ بيقول انه محتاج مساعده. يعني هو بيعوا ودي الخشيه اللي انت اكتشفتها يعني؟ بيترجم كلام الكلاب. احنا ممكن نعمل ثروه من الحوار ده، نفتح سنتر حوار كلابي، نسمع الكلاب عايزه تقول ايه. بقول لك، جربته مع قرود، مع ارانب. جربته مع ارانب كلها. نروح مستشفى الدولي نشوف ايه الموضوع ده. وائل آلي بس انسان، بس لسه عنده وائل. للغة العربية اضغط وائل. ادهم، اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ انا ادهم. دكتورة امل، اهلا بحضرتك. اهلا ادهم، خير؟ ايه المشكلة؟ ماله الكلب؟ حضرتك الروبوت ده بيكلم الكلاب، احنا عايزين نعرف بيتهيأله ولا بيكلمهم بجد. انا كمان بكلم كلاب، ايه الجديد يعني؟ انا قلت نفس الكلام حضرتك. بصي حضرتك، هاتي اي كلب مريض في المستشفى نتناقش معاه ونفهم الموضوع ده، ونثبت لك بالبرهان. تعالي بوسي. كسر مضاعف، انيميا، بوسي مفتقده، سالي. انت تعرف ايه عن سالي؟ سالي صاحبه بوسي، سالي سافرت، بوسي زعلت. طب وانا اسف، النهارده كلاب بس. يوه يا خساره. طب يا دكتور، هتشغلي دكتور وائل معاكي ولا ايه؟ ده لازم يروح لرئيس القسم فورا. ايه
ايه الحكاية دي؟ ايه الكلاب دي؟ ايه المكتب ده؟ انا قلت 100 مرة ما بحبش الكلاب. دكتور وحيد ارابيسكي يا جماعة، افضل دكتور بيطري عندنا ورئيس القسم وبيكره الكلاب. لاحظت حضرتك انا معايا روبوت بيكلم الكلاب. ريكس جعان، بوسي زعلانة، سوسك حران. دي موهبة خطيرة مش ممكن. الكلب ده عايز حضن اللي هناك ده. يعني حضرتك موافق ان انا وائل نشتغل هنا؟ وانا معاهم لو ينفع. مين حضرتك؟ انا سمير. معاكم شهادة يعني؟ معانا وائل. دارس ايه وائل ده؟ انا علاج طبيعي حضرتك، وبحس بالناس وبالحيوانات وحاجات تانية كتير. مش بيطري يعني حضراتكم. ادهم بيرسم وسمير بيعرف يعزف يوكليلي. بص هو ممكن موضوع يوكليلي ده يبقى فكرة كويسة. عندنا حد بيعرف يعزف يوكليلي يا امل؟ لحد دلوقتي لا. وبقيت الاقسام؟ لا تمام، يعني مليانة دكاترة مش ناقصنا حاجة. زي ما سمعتم كان بودي ممكن تتفضلوا. بس حضرتك في كلاب كتير عايز اللي يساعدها. لذيذ قوي وائل، هيشرح لنا شغلنا. يلا بينا يا ادهم، احنا غلطانين ان احنا جينا هنا. يلا بينا. انا بس حابب اسال دكتور امل على حاجه. هتسالي على ايه؟ في امل. يلا يا سمير. يلا يا مانكي. انت مسمي الكلب مانكي؟ ايوه، عشان بحب القرود. كلب قرد في نفسه، اول ما شفته قلت الكلب ده هيبقى قرد، ومن ساعتها وهو مانكي مانكي. رسالة من دكتور خيري. يلا نروح. يلا نلحق نسمعها. لا 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 لا، خليها الحلقة الجاية وحياة أبوك. أنا بطريتي. تمام تمام، شيله يا سمير. صدق يا دوم أنا بتحبه، حاسس إنه طيب. وائل؟ لا الكلب.